الحمد لله لقيت الشحمه ديال اللي كتكون دايره بالكلوه. اختي شهاتني في رمضان كانت دايره رغيفه الشحمه معمرين، قلت لها انا ما نعرفت واش هنا عندنا واش كاينين ولا ما كاينينش، قالت لي سولي. مشيت للمغربي، الجزار المغربي او الجزار المغربي، حجزها ليا. قلت له الله يعطيك السر عطيني غير شي شويه، بغيت ندير رغيفه الشحمه. واليوم مشيت جبتهم، دوزت جبتهم الحمد لله لقيتهم. هذا المنبر كنشكرو 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 بزاف. مشيت تقديت، المهم جبت بصله، جبت كاسه كنطيب لينا فيه الجوع. وهادو كانوا سلاو ليا، حاشاكم هادو او شامبينيون اكيد. المهم كاين بزاف الحاجات، وسيرتو سيرتو فيري، جبت منها ثلاثه لانه ما كنقدرش نستغنى على فيري صراحه. فدابا انا عاد حطيت هادشي هكا ديال الخضره، بغيت غير نوريكم الشحمه الحمد لله لقيتها. المهم اليوم انا وجميله مشينا تقدينا شي حوايج ودخلنا للوب ماركت. لقيت هاد الصاك هذا، انا كنحماق على هاد السكن هكا، هادو كيساعدوني بزاف في السفاري الا بغى ربي وحن او سافرنا. المهم هذا فيه هكا هاد بوشيت هكا، ولكن اللي زوين فيه فيه ثلاثه. انا كنحماق على هاد الشيء هكا، دي فيه بطاريه خصها تطلع، شتيو هذا؟ علاش كنبغي انا هاد الكبير؟ هذا هاد الكبير هانتوما كي كتشوفوا هكا، هاد الكبير هذا كبير بزاف، وكاين وليدو صغيور، وكاين هنا حفيدو. المهم هذا معروف، هذا ديال الميك اب، كيتحط فيه الميك اب. هذا تيدار فيه بزاف شلا حوايج كيدار فيه صراحه، يا اما هذوك لي صندال ديال البحر، يا اما البالغينات يكونوا هكا جداد باش نحافظوا عليهم نحطوهم هنايا، يا اما اللانجري. وهنايا كيتحطوا البيجامات بالسنيسله ديالو، وكيتحطوا البيجامات بحال دابا واحد غادي توريست، غادي اوتيل ولا غادي عند والدي ولا شي حاجه، يدير البيجامات ديالو هكذا ويعلقوا هكذا في الماريو، وبدا عارف بانه هذوك، حيت هادشي اللي كيتلف لينا حنا في الحوايج. وهذا اكيد سيغ، هذا هادشي ديال 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 الميكاب صراحه زوين زوين ورخيص بزاف بزاف بزاف. هاد السيت كله او هاد الطاقم كله ب 20 كرونه بما يعادل 40 درهم صراحه. انجاز، روعه 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 صراحه. انا اول ما شفتو طرت عليه لانه كان الوحيد اللي بقى، خديته طيرته، ما نخليش انا بحال هادشي ما نخليهمش، هادشي كنبغيه بزاف. وكيداروا في الشنطه، الواحد كيقاد البيجامات ديالو كيطويهم غير بشويه، كيطويهم مزيان مزيان، كيطويهم رقيقين، وكيسد سنيسله وتيحطها في الشنطه، ما كتاخذش بزاف ديال البلاصات. هادشي اللي كاين اللي بغيت نوري لكم، نهضروا من بعد ان شاء الله. بحال اللي قلت لكم هذا فيري اللي قلت لكم شريته، ملي مشيت شريت هاد الساكات ومشيت تقديت هاد الساك وتقديت وداكشي كامل. ولكن هذا كنت غادي نمشي غنشري الدواء ديال المعن عادي، ولكن سبحان الله العظيم مشينا لواحد النيتو ولقيت فيه هذا اللي هو 900 ملي تقريبا، راه ليتر كيدير غير 15 كرون صراحه روعه، واحسن دواء في الكون ديال غسيل المواعن، احسن حاجه صراحه صراحه صراحه. انا ملي كيكون ما كنجيبش واحد، كنجيب 3 4 5 6 حيت كنعرفو بانه كيطير، كدير واحد كيدير قطيره في المواعن تبارك الله ما شاء الله. فهذا انا ما نفرطش فيه نهائيا صراحه، ننصحكم به، كينظف مزيان 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 صراحه روعه. الاخر اللي عندي غيسالي بحال الماء، كنبقى غير كنخوي غير باش نرتاح منه، غير باش نسالي منه. فهذا الصراحه صراحه يستاهل الواحد يهضر عليه والله العظيم، يعني كنموت على هاد فيري انا. مقارنه مع هادي في 5 شي شويه زويون، ولكن كتشوفوا هانتوما كتشوفوا كيفاش خفيف. هو دابا سالا داكشي باش مشيت باش نشري انا هذا، وشو تبارك الله هذا شحال ثقيل صراحه صراحه، كيقضي على الدهون، كينظف مزيان مزيان مزيان. بالنسبه ليا هذا ديال هذا ضيع الفلوس صراحة، هذا هو أحسن حاجة، وخا يكون غالي ولكن ثمنه فيه، الغالي ثمنه فيه صراحة روعة. وهذا أصلا صافي دابا تقطع من ليدل، مبقاش مشيت باش نشريه على أساس ما لقيتش فيري،
ومشيت هادي هو البارح، قال لي لا هاد النوع هذا صافي تاع الفي 5 ما بقاش يجي، دبليو في 5 دبليو 5 ما بقاش يجي صافي، ممكن غيجيبوا شي انواع اخرى جديده. فهداك الشيء علاش ربي الحمد لله اليوم انا وجميله شرينا هاد فاري، شرينا منهم الحمد لله، ماشي غير واحد، شرينا بزاف الحمد لله والشكر لله يا رب. فالصراحه اللي بغى الكوزينه ديالو تنضاف والمعان وداك الشيء فاري عليكم فاري. وانا على فكره بزاف ديال الناس مسميني فاري حيت فريده فاري المعلومه بس. صباح الخير، غدا نتلاقى مع جميلة. اليوم صراحة الجو ديال لابلاج، غادي نمشيو لابلاج، غادي نتلاقى ان شاء الله انا وياها. كتسيني في جردة، تقدر تكون سبقاتني نقدر نسبقها انا ما عرفتش. يا ربي واحد الجو ما نقولكمش، رغم انه حراره تقريبا 18 ولكن بالنسبه لنا حنا دائما خصنا نلبسوا الجاكيطات ديالنا احتياطا او نديروها معنا في كيس او بلاستيك بوس او اي شغله باش ما نتزرفوش، حيت دائما كنتزرفوا في الجو تنقولوا صيف ومن بعد كنتفاجئوا بالشتاء ولا بارد ولا مهم. نهضروا ان شاء الله منين نوصل لابلاج. هانتوما دابا هنا حالين، كلشي حال، كنا في البحر ايه باش نوريكم كلشي، كلشي بحال قهاوي كلشي الحمد لله الحمد لله. العقبه لكم ان شاء الله. تومي هي الفيغا، اه اكيد اكيد حقيقيين، ولكن بيجامات غير بيجامات. 229 جميله، ماشي 300. تيشيرت اه زوينين، وهذا السروال ودابا ما كاينش السفر صراحة زويون. 229 229 تقريبا 229 229 230 230 ويا 460 تقريبا 15000 ريال، 750 درهم كاع لونسون. وي شوفوا الخبز هنا شحال كيدير، 35 اللي هو البريوش بحال دابا هادي 35 وناري على غلا، وتا هادي بحال دابا 35 كرونه بزاف. يا ويلي تقريبا شي 1000 ريال الباكيه، علاش؟ حيت زعما مصاوب بالحليب وبالزبده لهلا يوكلوا هنا صراحه. هادي شي فادي بال، هذا خبز دايرينو بطاطا. هذا على الاقل شي شويه 20 كرونه 40 درهم. شوفي دايرين الخبز ديال عرفتي هذا ديال اش؟ النخاله، فول كونس بيتا بول، ولاو تيقلدونا العرب. كنقلبو انا وجميله شنو نلقاو شي حاجه حلال ناكلوها نديوها للجرده ونتعشاو زعما بها اليوم، ما كاينش لا طياب لا والو. المهم ما كليناش برا، سالينا من الجرده والبحر. المهم حتى شي حاجه ما عجبتنا باش ناكلوها برا ونشريوها، مازال ما مامنينش باش ندخلوا للريستورون صراحه وناكلو، خايفين. المهم هي مشات للدار جميله باش طيب هذاك الشيء اللي غطيبو، وانا جيت درت الزعلوك حطيت فيه دابا الزيت البلديه، ودرت هادو ما عرفتش كيسميوهم، فيها غير الخضره، وقليت البطاطا، حطيت غمولال هذا الصفر اللي هو هذا صنع دنماركي ما فيش منه الا في الدنمارك، وهذا توسن ايلاند اللي هو هذا، وهذا خبز
مهم غادي ناكل غير هادشي والحمد لله والشكر لله، لانه الدراري اليوم كلهم واكلين برا الحمد لله، فهي راحه. عاد دخلنا الحمد لله صلينا وصافي، بدينا كنديروا هادشي، نوجدوا شي شويه ديال الماكله، الواحد ياكل اي حاجه ماشي مشكل، المهم ياكل. نحكم في الجنه ان شاء الله باذن الله. هادي ايكيا، حنا في ايكيا دابا. شادي باغي يشري فراش والبنات باغيين يشري فراش ديالنا ودينا. شادي باغي هذا، هذا جاني كبير انا. هذا الثاني، حاطين كل حاجه هكا في ديكوراتها، وهنا المعقم دايرينو ضروري بزاف فيما تمشي. هي اصلا سويدية الايكيا ولكن كاينه في الدنمارك. فراشة ديال الدراري صغار هنايا عندهم. نوريكم غير شي شويه من هنايا الشي اللي عندهم تبيعو كوزينات، يعني واحد تيشري كوزينات يجيو تيركبوها. هذا فراش ديال الفرنسيسات الصغار، هلا انت بتقول له بدي 180. رخيص 599 ولكن بلا مدغاس بلا حتى شي حاجه. هذا هاي سينك ستيل، الله يستر دير بحال ديال الحبس. تينفعو غير في الدراري الصغار ماشي في الكبار. الدويره معايا في المعان 149. شبيها هي رقم 89 سكانكا، حطيت صراحة. هادي ديال البغرير كاين 29 39. حاجة زوينة صراحة، روعة. إيش حاجات روعة. هادو بألف درهم الوحدة، 700 كرورة ديال القوانس. هادو لبابوهات، لامبات دايرين بحال هكا. المهم ايكيا معروفه بانه هي ارخص ارخص حاجه. هادي زوين، هادي 249. المهم غريساني شادي ليمو البنات، فراش ديال شادي تقريبا 5000 درهم. خصهم يتبدلوا دائما، هادو خطر. هنا حطيناهم 39 في جوج، يعني 20 كرونه الواحد. هادو اللي كيديروا مشاكل الحريق في الديور، الله يستر. شوف على كولور دايرين ديال الصيف 10 كرون صراحة، شي حاجة زوينة بزاف. عشرة كرون كلشي 10 كرون. التزليفات ديالهم صراحة كنت قادرة نهز بيديا، تعضلت. الحمد لله فراشة جاو، هما جوج هنايا
وديال دينا ولا ديانا راه بيت النعاس محطوطين، راه جالسين دابا كيصاوبوا البيوت ديالهم باش يحطوا الفراشات. الحمد لله. المهم 3 كلفوا 10000 درهم تقريبا او شي حاجه، بالنسبه رخيص لانه صراحه فخامه. دابا المشكله هذا من اللور هكذا ما نعرفش كيفاش نوريكم حتى يفرشوهم، الا قدروا نوريهم كنمشي نوريكم ديال بيت النعاس. وهذه الطب المدغاس، هذه ديال شادي، غير هذه ب تقريبا 36 1300 درهم، لا 1000 ويليش 1300 درهم، 1700 درهم، اشمن 1700 درهم. ها هي الاخرى حطيها في بيت النعاس، هذه ديال بيت النعاس. المهم عرفتي راه حطوا لي هادشي كامل، التلفزيون ديالهم حطوا لي التخربيق هذا كامل. دابا راه جالسين تيقادو كلشي، داكشي اللي عندهم جالسين تيصاوبو وكيحطوا لي انا في بيت النعاس ديالي حتى يساليو عاد نصاوبو. شريت هادو، المهم شريت هاد الورد، هادو كيدارو يا اما في الحمام يا اما هذا شريته جميله، وهذا ديالي انا عرفتي واحد الريحه ما نقول لكمش، سبحان الله كنت كتشم الريحه ديالو روعه. شم شم ناري 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 ناري، كي داير الله اكبر، شتي كي داير غزال. يديرو في الحمام، تقدري تحطيه في الحمام، تقدري تحطيه في الصالون مع الشميعات، يعني تقدري تحطيه في اي الشميعات الصغار صغير بحال دابا ديك الصينيه اللي كيكون فيها الشميعات، تقدري تدردريهم زعما تزلعيهم وتحطي عليهم الشميعات وتخليهم هكا في الصالون غزالين. دابا انا غادي نسدو باش ما يمشيش منه الريحه حتى نقادو الصالون. الريحه هذه مليحه الدوم يعني غزاله، بحال هادو اللي كنا كيديرو في سبا، نفس الزيوت والله العظيم نفس الشيء. ف واش شريتي من ايكيا؟ شريت هاد الفراشات هادو ديال الدراري، ايه، وشريت ديال الكوزينه هادوك اش كيقولوا الشبكات الكوزينه كتحطي فيها الماعن، شريتي ديك اللمبة واللمبة ديال الدراري، وشنو شريت اخر؟ سلة وشي وشي سلة شادي، وهداك الشيء اللي كيدير فيه، وهذوك السلايل هذوك اللي كيحطوا فيهم داك التخربيق ديالهم. لا صراحه كانت زوينه ايكيا اليوم غزاله، ايكيا روعه. ودابا حنا اليوم سهرانين، انا ارتاحوا شي شويه عاد نطيبوا شي حاجه ناكلوها ان شاء الله باذن الله، وغادي نسهروا مع التلفزيون. وهذا الشيء اللي كاين اليوم، ما كاينش خروج حيت ما الجو ماشي زوين للخروج. غدا ان شاء الله عاد نخرجوا، نقدروا نمشيو للفيلدز، ولكن غدا العيد، غدا وبعد غدا العيد في الدنمارك، البينسا داي. المهم نشوفوا ربي شنو غادي يدير. اهلا اهلا اهلا. المهم مشينا ايكيا وتقدينا، وكانت الحراره وبشي ولا مبرونزين الحمد لله، خدينا برونزاج وانا وجميله. هانتوما باش تعرفوا راه حنايا دابا في الدار، هانتوما باش تعرفوها الاسد، راه وكلتني الكاطو. احنا كلينا دابا الحلوه وشربنا كاس ديال القهوه الحمد لله، دابا نقدروا نتزاروا بيناتنا، ما كاين لا كورونا لا سيدي زكري الحمد لله سالات. ايوا وصافي، دابا الدراري جالسين كيصاوبوا داكشي ديالهم حوايج ديالهم. بغيت غير نسالي معكم فلوق هنايا، نقول لكم في امان الله وحفظه، باي باي.